تحياتي أحبائي، اليوم نحن بآخر تسعوية، اللقاء التاسع بهالزمن المبارك، زمن الميلاد. نعم أحبائي، اليوم بدنا نتأمل بلقاء الآخر. أنا اللي فحص ضميري لقست حياتي وقابلتها مع حياة الطفل المسيح المتجسد الآتي إلى العالم ليكون الله معنا عمانوئيل. أنا بدوري اللي آمنت، اللي تعمدت، اللي تسبتت، اللي تناولت جسد الرب ودمه واتوحدت فيه، من أنا تجاه الآخر، لقائي مع الآخر، كل آخر، كل إنسان على الكرة الأرضية، من هو بالنسبة لإلي؟ هل أنا علامة؟ هل أنا شهادة؟ هل أنا إنجيل؟ هل أنا كتاب حي؟ هل أنا رسالة لإله؟ أو أنا لا سمح الله متى الشك ومتى الضياع ومتى الخطية؟ يا رب ارحمني أنا الخاطئ. أحبائي الآخر، كل آخر، اليوم نحن بلبنان عندنا أزمة الآخر، يجوا تشكلوا حكومة يا إلهي سنين وأيام وأوقات وشهور وما بنعمل حكومة وما بنعمل مجلس نيابي وما بننتخب رئيس جمهورية. ليش؟ لأنه الآخر بخوفنا، الآخر بده ياخد من دربنا، الآخر بده يكلنا. مستوى الثقة، مستوى النظرة، مستوى العلاقة مع الآخر تحت الصفر. من هيك ما بنوثق بالآخر، صفينا نحن مفكرين حالنا مرجع الكون، ومن هيك ما بنعمل حكومة ولا بنعمل وزارة ولا بنعمل مجلس نيابي بوقته ولا رئيس جمهورية بوقته، وضاع الوطن وضاع الإنسان وضاع الآخر وضاعت الروح الوطنية وروح اللبنانية. لما قالوا له البطرك حويك شو عم تعمل، عم تكبر لبنان الكبير، قال لهم لبنان الطائفة تبعه هو لبنان، وكل الطوائف هي خدمة هذه الطائفة العمومية اللي هو لبنان. يا أحبائي الآخر، من هو الآخر؟ أنا المسيحي، بعدني واعي أنه أنا لازم أكون شهادة بلقائي مع الآخر، لازم يكون رسالة، لازم يكون إنجيل حي يقرأ فيني الآخر حقيقة إيماني المسيحي. والله صرت بسرق مثل غيري وبنهب مثل غيري وبسب وبكفر وبخطي مثل غيري، ما بقى لقلنا طلي ولا نكهة ولا علامة. قالنا يسوع أنتم نور العالم، اذهبوا في الأرض كلها، أنتم ملح الأرض، أنتم الخميرة التي تخمر الكون كله. أين نحن من حقائق التي أعلنها المسيح بإنجيله، بتعاليمه، برسالته، بتجسده؟ أصبح الميلاد مظاهر؟ إنه السنة خلص ما بقى يسوى الميلاد لأنه ما قدرنا عملنا الاحتفالات اللي كنا نعملها تقاليدنا اللي تعودنا عليها؟ فتنا شوي على مغارة قلوبنا، شفنا قديشنا بعض المرات معتمين، شفنا قديش نحن مخيفين. يا إلهي نحن بأمس الحاجة لنرجع نكون مثل صالح قدام الآخر، قدام أولادنا، المرأة قدام زوجة والزوج قدام مرته، الأولاد قدام أهلهم والأهل قدام أولادهم، أولاد الضيعة مع بعضهم البعض يكونوا مثال صالح، لتكون ضيعة نموذجية قدام ضيعة الآخرين، لنكون نحن مجتمع مسيحي صالح قدام أخوتنا المسلمين والدروز وأخوتنا اليهود اللي هن اليوم نحن بنخاف منهم إنه أشرار لح يقتلونا ويدمرونا. ليش ما بنكون مثال صالح وطني بالمحبة وبناء الوطن، بناء المجتمع الصالح اللي بيعرف يكون مثال وخميرة تخمر الأرض كلها؟ أين نحن بانقساماتنا، بكراهيتنا، بحقدنا؟ يا الله شو مخيفين، شو نحن بأمس الحاجة لنكون رسالة، مثل ما قالنا القديس العظيم يوحنا بولس الثاني، كونوا رسالة للقاصي وللداني للشرق وللغرب.
نعم يا أحبائي، نحن بأمس الحاجة نعيد النظر بلقاء الآخر، بالنموذج نكون قدام الآخر مثال صالح. آمين.